إنشاء مجلد محتوى. في نهاية هذا الدرس ستكون قادرا على: أولا، التعرف على مجلد المحتوى. ثانيا، طريقة إنشاء مجلد فولدر. يعتبر المجلد أحد أساليب تنظيم المحتوى داخل المقرر، بحيث يمكن أن يحتوي المجلد على مجموعة عناصر وملفات أسبوع دراسي أو وحدة دراسية أو نوع معين من الملفات أو أي فئة تعليمية أخرى. وسنتعلم الآن طريقة إنشاء مجلد. نذهب إلى صفحة المحاضرات، نقف بمؤشر الماوس على محتوى الإنشاء. تظهر قائمة عريضة، منها نختار مجلد. تظهر صفحة إنشاء مجلد في مربع الاسم، نكتب عنوان المجلد مثلا الوحدة الأولى، وفي مربع النص هذا نكتب وصفا مختصرا لما قد يحتويه هذا المجلد، مثلا العناوين أو الأهداف أو المطلوب من الطالب إنجازه في هذا القسم أو الزمن المتوقع لإنجاز هذا القسم. ومن خيارات نشاهد ثلاث خيارات متاحة. أولا، السماح للمستخدمين بعرض عنصر المحتوى. هل تريد الطلاب أن يشاهدوا هذا العنصر بعد إنشائه مباشرة؟ اختر نعم أو لا. ثانيا، تتبع عدد مرات العرض. هل تريد من النظام أن يقوم برصد عدد مرات مشاهدة هذا العنصر من قبل الطلاب؟ ومن هم الطلاب الذين شاهدوه؟ ومتى؟ اختر نعم أو لا. ثالثا، تحديد قيود التاريخ والوقت. هل تريد أن تحدد وقتا لظهور هذا العنصر للطلاب واختفائه في وقت محدد؟ إذا رغبت في ذلك، حدد وقت وتاريخ الظهور بالتأشير على مربع العرض بعد وتحديد الوقت والتاريخ، وحدد تاريخ الاختفاء بالتأشير على مربع العرض حتى وتحديد الوقت والتاريخ. وإذا أردت أن يظهر هذا العنصر بشكل دائم، تجاوز هذه الخطوة واتركها فارغة. أخيرا، نضغط زر الإرسال. نشاهد الآن تم إنشاء المجلد، وهذه الأيقونة تمثل رمز المجلد في البلاك بورد. نقوم الآن بوضع جميع الدروس والأنشطة المتعلقة بهذه الوحدة داخل هذا المجلد. ندخل الآن إلى هذا المجلد، نجد أنه فارغ من أي محتويات. نقوم الآن بوضع الدروس، وهذه الدروس إما أن تكون نصوصا قصيرة فيتم وضعها مباشرة هنا من خلال إنشاء عنصر ووضع النص داخل هذا العنصر. قد يكون ملفات وورد أو عروض تقديمية PowerPoint أو ملفات الـ PDF، فيتم إضافتها على شكل ملف مرفق. ويمكن إضافة الدروس والصور والفيديو ومقاطع صوتية وروابط لمواقع إلكترونية خارجية. شكرا لمتابعتكم.